في أخبار جرت ليبيا، حذر وزير الخارجية الليبي محمد الداير من تكرار السيناريو السوري في بلاده في حال مواصلة شتات الأطراف المتنازعة. التحذير جاء بعد انتهاء لقاءاته في واشنطن ونيويورك، والتي جاءت حول المطالبة بتزويد ليبيا بالسلاح لمواجهة الميليشيات المتطرفة وبحث سبل لإيجاد حل سياسي في البلاد، وهذا دون وجود أي تدخل خارجي في الشأن الليبي. يوجد معي عبر الهاتف الصحفي عصام الزبير من ليبيا. أهلا بك سيدي. نعم، من خلال الحوار الذي أجراه وزير الخارجية الليبي تبين أن الحكومة الليبية تعارض الحل العسكري وتطالب بحل سياسي، هل سيكون هذا حلا نهائيا للأزمة في رأيك؟ لا يمكن أن نتكلم عن الحل السياسي كحل نهائي أو أن نتكلم عن الحل العسكري، لأن ما زالت الاشتباكات تدور على الأرض ولم يتم الذهاب إلى الحوار، لم يتم التوافق على أن الذهاب إلى الحوار يوقف القتال، لأن القتال ما زال مستمر، وأخشى أن يبقى هناك خصمان متوازيان اللي هو الحوار وكذلك المعارك. وعندما يفوز طرف ما أو ينتصر طرف ما هو الذي سيحدد اتجاه نعم سيدي، هل سيؤثر الضغط الدولي على الحوار السياسي الليبي؟ أعتقد أن لو وجدت بعض الضغوط وبعض الضمانات سيتم اللجوء إلى الحوار، وهذا أعتقد أن على المجتمع الدولي أن يضغط في هذا الاتجاه وأن يقوم بالبعث بإيقاف الدول التي تدعم أي طرف بالسلاح وكذلك بالدعم السياسي لأي طرف ما، لأن الوضع الداخلي هو يستقوى من بعض الدول الخارجية. الصحفي عصام الزبير كنت معي من ليبيا، أشكرك على هذا التدخل. إلى شأن آخر.